يقدم لكم هذا البرنامج برعاية ميبيليس، الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. موبيليس، معا نصنع المستقبل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من كان 24، البرنامج الذي سيرافقكم طيلة منافسات الطبعة 34 من كأس أمم أفريقيا 2023. في عدد اليوم سنعود لأولى مفاجآت الكان، التعادل المخيب للمنتخب المصري أمام غينيا الاستوائية، بالإضافة إلى سقوط غانا أمام جزر الرأس الأخضر. وسنعود أيضا للحديث عن الندوة الصحفية التي عقدها الناخب الجزائري جمال بلماضي عشية لقاء الأول للمنتخب الجزائري أمام أنغولا. وسيرافقني في عدد اليوم الدولي السابق ونجم اتحاد العاصمة عمار عمور. أهلا بك. السلام عليكم. أهلا بك. مرحبا بك. أتشرف كذلك بتواجد النجم السابق أيضا لشبيبة القبائل والدولي السابق ومحلل أيضا قناة الجزائر الدولية فوزي موسوني. أهلا بك فوزي. السلام عليكم خديجة. أهلا بكم. إذن البداية ستكون بنتيجة لقاء نيجيريا وغينيا الاستوائية لحساب المجموعة الأولى وأولى مفاجآت هذا الكان وكأس أمم إفريقيا. منتخب غينيا الاستوائية إذن تفجر أولى مفاجآت كأس أمم إفريقيا. المباراة أقيمت على ملعب الحسن وتارا، تعادل هدف لهدف من توقيع الهدف الأول جاء من توقيع إيبان سلفادور لغينيا الاستوائية في دقة 36، وعدل بعدها نجم نابولي وأفضل لاعب في إفريقيا فيكتور أوسيمين لمنتخب نيجيريا في دقيقة 38. أبدأ معك عمار عمور، تعادل مخيب لنيجيريا ونقطة ثمينة لغينيا الاستوائية، مباراة لم نشاهد فيها الكثير خاصة بالنسبة بالنسبة لمنتخب نيجيريا، قراءة فنية في هذه المواجهة؟ المقابلة نظن اللي كانت متكافئة في كثير من الأحيان، رغم أن البداية كانت بداية مشجعة للمناصرين ولا اللي كانوا يتفرجوا في المقابلة، خاصة من جهة نيجيريا اللي بدأوا المقابلة بطريقة أكثر من جيدة، كانوا يلعبوا على الأطراف، هذا ما خلى منتخب غينيا الاستوائية يدافع بكثرة، ونظن لهذا أعطى أكثر هجوم للمنتخب نيجيريا. ولكن تسجيل الهدف جاء عكس التوقعات في الشوط الثاني، نظن الأمور بات في الجهة الأخرى عند غينيا الاستوائي اللي قدمت مردود خاصة من الناحية البدنية ممتاز جدا، رغم الفرص الضائعة للمنتخب نيجيريا كان قادر يقتل المقابلة في كثير من المرات. نظن نيجيريا بدأوا بطريقة 4-3-3، تحولوا في كثير من الأحيان إلى 4-1-4-1، على غرار نظم اللي غينيا استوائي اللي لعبوا ب 4-2-3-1 وتحولوا مره اخرى الى 4-4-2، نظم اللي اعطتهم اكثر اهميه خاصه من الناحيه الهجوميه. فوزي موسوني، عمار عمور قال انه المنتخب النيجيري ضيع الكثير من الفرص خاصه في الشوط الثاني، هل يمكن القول انه انها بدايه يعني مخيبه الامل من قبل المنتخب النيجيري اللي كنا ننتظر منه الكثير في هذه المقابله او في اول مباراه في الدوره؟ احنا لو كان نشوفوا المقابله كي بدات شفنا باللي الفريق النيجيري ماشي فريق كما اللي ولفنا في السنوات الفارطه، شفنا فريق متواضع، والاشكال يولي ثاني المجموعه تاع اللاعبين اللي يتكون منها هذا الفريق المنتخب هذا، راهم كاين بزاف اللي لاعبين جدد جاوا لهذا المنتخب، واظن باللي الريتم الايقاع تاع المقابله ما كانش مرتفع. وغينيا لعبت بسلاحها، السلاح ديالها كانت تدافع بكتله ويلعبوا على المرتدات. كي تكوني تتقابلي منتخب كيما نيجيريا ما تقدريش تحلي اللعب. غينيا لعبوا بالامكانيات تاعهم وحققوا نتيجه ايجابيه، تعادل مع منتخب نيجيري اللي ما بداش البطوله كما يقول لك بريتم مرتفع ولا، ومازال كاين مقابلات باش نهضروا على منتخبات اللي نقولوا بين قوسين كبيره، مازال في المقابله الثانيه والثالثه باش نشوفوا المردود تاع هذا المنتخب الحقيقي والوجه الحقيقي لبعض المنتخبات. اذا غينيا الاستوائيه تفجر اول مفاجات هذه الدوره 34 من كاس امم افريقيا. الان كوت ديفوار تتصدر المجموعه الاولى برصيد 3 نقاط، نيجيريا نيجيريا وغينيا الاستوائيه نقطه لكل منهما، ثم غينيا بيساو من دون رصيد. الجوله الثانيه عمر من المجموعه
سيكون صدام قوي بين كوت ديفوار ونيجيريا، كيف تتوقع أن تكون ردة فعل المنتخب النيجيري خاصة أمام المنتخب كوت ديفوار اللي ظهر بوجه يعني صلب بوجه لبس به في أول المواجهات؟ صح، نضم لكوت ديفوار نقطة القوة تاعه هو وسط الميدان على عكس نيجيريا اللي نقطة نقدرش نقوله نقطة ضعف ولكن متوسطين من الناحية الفنية خاصة في وسط الميدان. هل هذا راح يعمل الفارق؟ نظن بلي من ناحية الهجومية منتخب نيجيريا أحسن لأنه بوجود سيمون لعب نونت، بوجود أوسيمان، بوجود شاكويزي اللي لعب خاصة خف الشوط الثاني ما قدمش المردود اللازم، ولكن نظن بلي كوت ديفوار عندها أفضلية ولو قليلة رغم أننا نبقى دائما متحفظين أن مقابلة الكبرى هذون والفرق الكبرى تقدر تفطن باللغة العامية تفطن في اللقاءات الكبرى. نيجيريا دائما مهم تكون المستوى تاعها ناقص لكن دائما تبقى من المترشحين، لأنه المنتخب عنده تقاليد. بارك الله فيك. في 2000 ونظن بال 2013 ما كانوش مترشحين كامل وداو الكأس، لذلك المنتخبات الكبرى يقدروا في مقابلة كيما هذه الضغط السلبي هذيك اللي عندهم من المقابلة الأولى يحولوه إلى ضغط إيجابي يقدموا مقابلة كبيرة. هل تتوقع ردة فعل فوزي قوية من المنتخب النيجيري أم وما هي الأخطاء ربما اللي يمكن تصحيحها في هذه المواجهة ضد كوت ديفوار؟ اليوم نهضروا احنا على بالنا باللي قادوا زوج مقابلات حسابيا لازم يكونوا عنده كما يقول لك عنده زوج فرص باش يقدر يتأهل يلعب مع كوت ديفوار بلد المنظم. مقابلة ماهيش راح تكون سهلة خاصة وين شفنا اليوم الدفاع تاع نيجيريا بزاف يتساهل في مناسبات عدة مع غينيا ماشي كيما كوت ديفوار بلد المنظم ولاعبين عندهم خبرة بصح يقعد لهم توجور كيما يقول لك فرصة باش يحققوا نتيجة في المقابلة الثالثة. ما لو كان ينهزموا مع كوت ديفوار تقعد فرصة يفوز بالمقابلة الثالثة يولي عنده 4 نقاط وعندك أفضل 3 فرق اللي يكونوا في المرتبة الثالثة معناتها كاين كما يقول لك فرصه باش يتاهلوا. وانا نشوف باللي كوت ديفوار والنيجيريا هما باش يفوتوا والثالث افضل ثالث ما لعبش الاكيد انه الجوله الثانيه من كان او من دور الاول ستفصح عن نوايا العديد من المنتخبات. نمر الى ثاني المواجهات او المجموعه مباريات المجموعه الثالثه التي شهدت تعادل بشق الانفس للمنتخب المصري امام موزمبيق 2 في كل شبكه. عمار عمور، ما الذي كان ينقص اليوم المنتخب المصري تقديم اداء افضل وجه افضل في مواجهة موزمبيق؟ اللي كان ينقص المنتخب المصري هو تسجيل الهدف الثاني بعد تسجيله الهدف الأول. أنا لاحظنا في الشوط الأول موزمبيق مع الجزائر لما لعبت مع الجزائر 24 ولا 20 دقيقة الأولى ضغطت على المنتخب الجزائري وكانت تسجل الكثير من الأهداف. نظن بلي اليوم المصريين عرفوا كيفاش يمتصوا هذاك الضغط خاصة في ربع ساعة ولا 20 دقيقة الأولى بفرض واحد الريتم بطيء جدا باش ينقصوا من قدرات الفريق موزمبيق، وهذا ما أعطى ممكن أفضلية للمنتخب المصري، ولكن المنتخب المصري ما قدرش يقتل المقابلة. ولكن لما فعلوهش موزمبيق في الشوط الأول وكانوا حذرين المنتخب المصري في الشوط الأول تجاهه صرف الشوط الثاني في بداية الشوط الثاني وين بدا منتخب موزمبيق بالضغط العالي، وهذه هي قوة تاع موزمبيق الضغط العالي على المنافس والسرعة تاع المهاجمين وخاصة الوسط الميدان الهجومي الثالث اللي يدعم المهاجمين، وهذا ما أعطى ممكن أفضلية خاصة في تسجيل الهدف الأول. لي شونجمون كذلك الاحتياط بنك الاحتياط ورقم 10 اللي دخل خاصة في الشوط الثاني المنتخب الموزمبيق أعطى ممكن دفعة هجومية أكثر للمنتخب وسجلوا هدف ثاني. لولا ضربة الجزاء كنا نشاهد مفاجأة من العيار الثقيل لأن مصر هي اللي أدت النهائي تاع الدورة السابقة، لذلك نضم لي 2-2 نقدر نقولوا لها مقابلة متكافئة، ولكن المصريين نضم لي راح يدخلوا في المقابلة في الدورة بتعادل راح يعملوا 1000 حساب خاصة للمنتخبات الصغيرة من غينيا استوائية موزمبيق هذو المنتخبات اللي ممتازين من الناحية البدنية خاصة وهذا ما يلزم في دورات مغلقة كما هذه. فوزي أداء باهت ربما للمنتخب المصري بتواجد أبرز نجوم، يعني اليوم تشكيلة المثالية للمنتخب المصري بتواجد يعني أبرز النجوم، تعليقك على أداء المنتخب المصري؟
مواجهة اليوم؟ تعليقي، المقابلة بدأت مليح المنتخب المصري، الفعالية اللي كانت خاصة المنتخب المصري كانوا قادرين يسجلوا زوج أهداف وراء الهدف الأول، وكما تسجليش الأهداف تضيعي فرص، تقدري تتلقاي أهداف، وصر لهم عاودوا ولاو الفريق موزمبيقي. شفنا عنده مهاجمين خاصة رقم 10 اللي دخل في الشوط الثاني هو اللي عمل الفارق، وشفنا باللي كما يقول لك بين قوسين النية تاع المدافعين، المدافع الحجازي كيرما روحه وين خلى المهاجم يروح ويسجل الهدف الثاني. هذه اللي المنتخب المصري اللي خرج من المقابلة بعد تلقيه التعادل وهدف الثاني، وكما أقول لك ضربة جزاء في 95 دقيقة اللي أعطاها لهم مزية اللي كاين الفار عاودوا ولا الحكم، هذاك هو اللي خلاهم يعدلون، خاصة المقابلة كانت صعيبة كي يسجلوا الهدف الثاني. سنكمل فقط الحديث في انتظارنا يعني نتجه صوب أبيجان أين يتواجد كريم العربي موفد قناة الجزائر الدولية. أهلا بك كريم، كنت حاضر في مقابلة مصر والموزمبيق، كيف تابعت اللقاء خاصة أن المنتخب المصري خيب في أول ظهور له في الكان أمال جماهيره؟ فعلا خديجة مساء الخير. أولا إذا خيبة أمل كبيرة لأداء المنتخب المصري الذي بدأ المباراة بقوة عندما افتتح محمد مصطفى الباب التسجيل عند الدقيقة الرابعة، لكن تراجع خاصة في الشوط الثاني. كان من الممكن أن يكمل المنتخب المصري الشوط الأول بثلاثية، لكن تراجع كبير لأداء المنتخب المصري في الشوط الثاني، تراجع بدني كبير للاعبين، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام عن أداء هذا المنتخب الذي كان يرشحه الجميع للذهاب بعيدا في هذه المسابقة. لكن اليوم الثاني أكد أن الكرة الإفريقية لم يعد هناك منتخب صغير ومنتخب كبير، وهو ما حدث في المباراة الأولى منتخب نيجيريا أمام غينيا الاستوائية. والآن قبل قليل فقط انتهت مباراة الرأس الأخضر وغانا بفوز جزر الرأس الأخضر بهدفين لواحد. الهدف الثاني للرأس الأخضر سجل في الدقيقة 92، وبالتالي فإنه اليوم ثلاث مفاجآت لم تكن منتظرة. نعم، شكرا جزيلا كريم العربي موفد قناة الجزائر الدولية إلى أبيجان، كنت معنا على المباشر. إذن قبل التحدث عن ثالث مفاجآت كما قال كريم العربي، مفاجأة غانا وجزر الرأس الأخضر، كيف تتوقع مردود أنه لا ردة فعل المنتخب المصري في قادم المباريات، خاصة أنه سيستضيف المواجهة القادمة مع منتخب غانا المتعثر هو الآخر في مباراة اليوم؟ يعني حسابات معقدة في هذه المجموعة. صح، زاد تعقدت الحسابات، وذكرنا نيجيريا وغانا كيفاش المجموعة كيفاش دايرة، نيجيريا وكوت ديفوار، دوكا نهضروا على مصر كذلك. نظن بلي المنتخبات الكبرى دائما في المقابلات الكبرى دائما يظهروا. انا نظن بلي راح المدرب على الاقل ما راحش يبدل التشكيلة ولكن اليوم شفنا بلي فضل طريقته اللي هي 4-4-2 الطريقة المعهودة تاع المدرب البرتغالي على أنه يشرك المرموش اللي مر بفترة أكثر من رائعة مع فرانكفورت، لعب بصلاح ومحمد مصطفى، لكن هذا ما عطاش واحد الدافع خاصة من الناحية الدفاعية، خاصة على جهة محمد صلاح اللي ما كانش يدافع بالطريقة المعهودة وكان بعيد على المرمى. نظن المنتخب المصري راح يكون حاضر في المقابلة الثانية وراح يؤدي مقابلة في المستوى رغم صعوبة المهمة. كما المقابلة هذه ما لازمش يخسر، لأن كما قال لك فوزي كاينين ثلاثة فرق دائما يروحوا في المرتبة الثالثة، لذلك الخسارة ممنوعة على الفريقين. فوزي ربما إضافة على المنتخب المصري قبل أن نمر إلى مقابلة أخرى. ما لازمش يزيد يتعطر مع غانا، مقابلة صعبة، الغنيين لازم يفوزوا والمنتخب المصري لازم ما يخسرش، هو تقعد له فرصة باش يربح المقابلة الثالثة، يقدر يفوت، يقدر في الأول مجموعة ومصر عاد فوزي. عادة نقولوا عندما المنتخبات الكبرى والمنتخبات المرشحة تبدأ المنافسة بخسارة أو بتعثر، يعني يقال أنه
صعوب راح تكون صعوبه في بقيه المشوار يعني، هتوافقوني في 2021 بداوا بالخساره وصابوا روحهم في النهائي، يعني مش معيار يقدر تكون مش معيار بصح، لازم المقابله الثانيه ما نضيعوش نقاط ولا زدنا ضيعنا نقاط، لازم غانا ما تفوش عليهم ولا فازت عليهم غانا، لازم لهم لقاء ثالث لازم يفوزوا به باش يكونوا في باربع نقاط، ولا زادوا ما قدروش يفوزوا يكون عندهم مشكل. مشكل، اذا ثالث مفاجات هذا الدور سقوط غانا، سقوط يعني غير منتظر، عمان احمر ثد جزر الراس الاخضر، يعني مفاجات عديده، هل نستطيع يمكن انتظار مفاجات اخرى في الكان؟ يعني شوفي هي من ناحيه الاسم مفاجاه معناتها جزر الراس الاخضر ضد غانا، لكن من ناحيه المقابله شفنا جزر الراس الاخضر قدم مقابله افضل من غانا، غانا نظن باللي عندها تقريبا واحد 20 دقيقه خاصه في الشوط الثاني، بداية الشوط الثاني اللي لعبت بطريقة تاعها المعهودة، هي السرعة الضغط العالي اللعب على الأجنحة، نضم لي هذا 20 دقيقة فقط تسجيل الهدف، نضم لي نقص شوية من ريتم المقابلة، حتى تكلمنا في الكواليس أنه في مقابلات كيما هذو لما تدير لي رومبلاسون تاعك الاحتياط بنك الاحتياط لازم تدخل اثنين ولا ثلاثة باش يمدوا لك هذيك الإضافة هذيك، اليوم ما شفناش الاضافه هذيك، بالعكس كي دخلوا لي رومبلاسون تاع غانا شفنا نقص في الريتم المنتخب غانا، وهذا نظن باللي كان ضد مجريات اللقاء. كما قلت لك في الاسم سي فري مفاجاه، ولكن نظرا للمقابله نظن باللي كافار يستاهلوا الفوز، ونظن باللي لقائنا معاهم لما خسروا معنا 5-1 نظن باللي كانت فقط كبوه جواد فقط، لانها قبل الجزائر نظن باللي كانت مقابله كذلك في المستوى، ونرجع ونقول لك بلي الناحيه البدنيه المنتخبات هذه خاصه الصغيره بين قوسين غينيا الاستوائيه كاف فير الموزمبيق راح تغطي على النواحي التقنيه والتكتيكيه لدى اللاعبين، عندهم لاعبين موش دي ستار ولكن من الناحيه البدنيه يقاوموا حتى الدقيقه الاخرى، وهذا ما لاحظناه اليوم في اللقاء. المنتخب جزر الراس الاخضر استحق الفوز في مباراه ميزه غانا، قلت له الراس الاخضر هو من المفاجاه تاع هذه المجموعه. توقعت فوز جزر الأخضر؟ انا على بالي باللي راس الاخضر عندهم مجموعه متكامله رغم الهزيمه مع الجزائر 5-1، ولكن اليوم البطوله بداوها بفوز مع من؟ مع منتخب غانا، يزيد يدير غير تعادل عنده يتاهل بسهوله في مباراتين، يجيب غير تعادل يتاهل، خاطر عندك ثلاث فرق كما اقول لك في المجموعه ثلاثه من الجروب يفوتوا. اظن باللي الراس الاخضر عندهم مجموعه وتقدموا بزاف في كره القدم، ومدرسه على بالنا باللي المدرسه البرتغاليه كي هما كي لونغولا كي الموزمبيق، مدرسات برتغاليه لاعبين ولاو ينشطوا في الدوري البرتغالي في الدوري الخليجي في الدوري في العالم كامل، شفت باللي راس اخضر كل ما تفوت نسخه تاع كاس افريقيا المنتخب هذا ويتحسن. كان شيء فقط مهم جدا، المنتخب المصري بالخبره تاعو راح يقدر ممكن يفوت، ولكن هل راح يواصل المسيره حتى الدقيقه الاخرى؟ لانه المويان داج تاع المنتخب المصري هو اكبر ما اكبر اللاعبين من ناحيه العمر. والاشكال هذا الشيء. الشيء الثاني تكلمنا على الكافير سيفري من الناحيه البدنيه ممتازين، ولكن المويان داج تاعهم كذلك كبير جدا، يشوف تقريبا في المرتبه الثانيه او الثالثه من ناحيه المويان داج، هذا اسكو يساعدهم في المواصله في المغامره او راح يخليهم يتعبوا، لانه دوره مغلقه لازم لك المخزون البدني يكون ممتاز جدا. اكيد نتابع ترتيب المجموعه، اذا الثانيه جزر الراس الاخضر في صدارة المجموعة بثلاث نقاط، مصر بنقطة وموزمبيق نقطة وصفر نقطة لغانا. إذا نغلق ملف يعني مباريات اليوم في انتظار مفاجآت أخرى، خاصة وأنه مستوى المنتخبات الإفريقية في هذه الدور بدأ يتقارب، يعني يبدو متقارب، يعني اليوم خلاص خلاص غدوة الأمور الجدية ما تحبوش مفاجآت غدا. إذا تتواصل فعاليات كأس أمم إفريقيا بمباريات مثيرة غدا، المجموعة الثالثة على موعد مع أولى مبارياتها منتخب الكاميرون في مواجهة منتخب غينيا، بينما يواجه حامل اللقب المنتخب السنغالي مفاجأة النسخة السابقة منتخب غامبيا. إذا قراءة في مباريات الغد في هذا التقرير لزميل زكريا بن هباج ولنا عودة.
مع توالي المباريات يرتفع حماس المنافسات، تتضح بعض التفاصيل وتبدأ الترشيحات والحسابات، لكن المجال يبقى دائما مفتوحا لأي مفاجآت، فبداية الكبار عادة ما تواجهها الصعوبات. افتتاحية المجموعة الثالثة يلاقي فيها منتخب الكاميرون منتخب غينيا، وفي أول مشاركة له مدربا على رأس الأسود غير المروضة يسعى ريكوبير سونغ لترك بصمة أخرى وتكرار سيناريو كان كوديفوار 1984 حين توجت الكاميرون باللقب. البداية بفوز أمام غينيا هي غاية الكاميرونيين رغم رواج أخبار تتحدث عن غياب النجم الأول للمنتخب فينسنت أبو بكر بسبب إصابة تلقاها في التدريبات. في الجهة المقابلة منتخب عنيد يطبق كرة جميلة، عادة ما يخلق صعوبات جمة للمنتخبات التي تصنع اللعب، وبقيادة الناخب المحلي كباديوارا يهدف الغينيون لتسجيل بداية محفزة تعبد الطريق لتحقيق مشاركة أفضل من النسخة السابقة في الكاميرون والتي بلغت فيها الفيلة المحلية ثمن النهائي. في المجموعة ذاتها حامل اللقب منتخب سنغال يدخل المنافسة بهدف أسمى الحفاظ على مكسب النسخة السابقة، طموح يرى كثيرون مشروعيته بسبب الاستقرار الذي تشهده الكرة السنغالية على مستوى التنظيم والنتائج، لكن المدرب أليو سيسي يعي جيدا أن البقاء في القمة أصعب بكثير من بلوغها، كما أن أولى الصدامات غالبا ما تكون معقدة رغم مشاركة نجوم بارزة في صفوف أسود تيرانغا يتقدمها ساديو ماني وحامل عرين إدوارد ميندي. المأمورية لن تكون سهلة أمام منتخب يقوده توم سانتفيت الذي فتحت شهيته بعد أن قاد غامبيا إلى ربع النهائي في كان كاميرون 2021 ضمن أول مشاركة للعقارب في المحفل القاري، وبمجموعة متكاملة ومتجانسة يسعى البلجيكي لمواصلة كتابة التاريخ رفقة منتخب غامبيا في المنافسة الرياضية الأهم في القارة. إذن حامل لقب السنغال يواجه غامبيا في مباراة تقام على شارل كونان باني بمدينة ياموسوكرو. إذن منتخب السنغال عمر عمور يستهل حملة الدفاع عن لقبه ضد منتخب غامبيا على أمل تفادي أي مفاجأة أو أي يعني أي مفاجأة، يعني شوفوا في المفاجأة في مستهل المشوار، كيف تتوقع يعني سيناريو هذا اللقاء؟ نظن بلي السنغال لو ننظر من ناحية اللاعبين من ناحية المستوى تاعهم تقريبا من 2017 و2018 مع مدرب واحد ولاعبين ممتازين جدا، نظن المستوى تاعهم منذ 2015 مع اليو سيسي المستوى تاعهم في تصاعد. في 2019 وصلوا النهائي، 2021 داو النسخة تأهلوا كأس العالم، ذلك المستوى تاع اللاعبين وبدا يدخل في اللاعبين واحد تلو الآخر، ما بدلش منظومة كاملة، لذلك المستوى الفني بقى تقريبا نفسه. ولكن من ناحية أخرى غامبيا عندهم لاعبين ممتازين جدا يلعبوا بطريقة كذلك ذكية. أنت تعرفي بلي السنغال غامبيا جاية في وسط السنغال من ناحية يعني تقدري تقولي ديربي، يعرفوا بعضهم مليح، لذلك راح تكون ندية من دقيقة الأولى حتى الدقيقة الأخرى، رغم أننا ممكن تكون أفضلية للسنغال، ولكن غامبيا عندهم لاعبين ممتازين جدا على غرار بارو اللي يلعب المهاجم، بارو ممتاز جدا، لاعب سريع جدا يلعب في على كل حال في البطولة الإيطالية وين كثر سجل الكثير من الأهداف، ولكن يجب الحذر في ظل وجود المفاجآت اليوم يجب الحذر، لكن أفضل ينضم لي للسنغال. فوزي موسوني، عندما نتحدث عن المنتخب السنغالي نتحدث عن الاستقرار الفني، اليو سيسي مدرب منذ 2015، نتحدث أيضا عن جيل ذهبي، نتحدث عن أسماء صاعدة، وهل يمكن القول أنه على الورق المنتخب السنغالي مرشح للفوز وللمرور عن هذه المجموعة؟ على الورق مرشح، هو اللي دار النسخة الأخيرة، صح. في كرة القدم، كرة القدم علمتنا باللي كاين مفاجآت، واللي يستصغر المنتخبات يقول لك هذا نحقرو تعود كل شيء يدور عليه، وشفنا في كرة القدم الصغير يربح الكبير، وهي في كرة القدم ما كان لا صغير لا ولد، خاصة في كأس أمم إفريقيا هذه شفناها مما في في تصفيات كؤوس عالم في أوروبا. كي تشوفي المنتخب الإيطالي يدي كأس أوروبا وما يقدرش يجوز باش يروح للمونديال، صحيح.
شيء حير غريب سبحان الله. واليوم ما شفنا بني بأي مقابلة تقدر تلعب. شفنا منتخبات قوية على المنتخبات أخرى وشفنا المنتخبات الصغيرة يفوزوا على المنتخبات الكبيرة. إذن غامبيا فقط المنتخب غامبيا يشارك للمرة الثانية فقط عمار عمار بعد نسخة 2021 يعني وصل فيها للربع النهائي قبل إقصاء أمام الكاميرون البلد المنظم. اليوم منتخب غامبيا لا يملك يعني في تشكيلته لاعبين بارزين أو نجوم، لكن هل يملك يعني كتركيبة بشرية يعني هل يستطيع مجابهة المنتخب السنغالي؟ شوف في التركيبة مكونة من فريق الفريق الغامبي اللي وصل نظن نصف نهائي كأس العالم نظن بلي أقل من 20 سنة. لذلك نظن بلي اللاعبين هذون مشاو مع بعضهم النسخة اللي فاتت والنسخة هذه. الندية قلت لك تاع الفريقين أنها تقريبا في متجاورين، ولكن أفضلية كبيرة للمنتخب السنغالي في طريقة لعبه في اللاعبين الممتازين في حتى في الناحية البدنية الناحية التقنية. شفنا المنتخب السنغالي مع المنتخب الجزائري كيفاش فرض المستوى تاع المنتخب السنغالي رغم أنه كانت هناك بعض الأفضلية للمنتخب الجزائري إلا أنه فرض المستوى تاعه. لذلك نظن بلي غدوة منتخب السنغالي راح يفرض المستوى تاعه، ولكن مفاجآت كما قلت أنت مفاجآت في كأس أفريقيا تقدر تكون في أي لحظة. مواجهة لا تقل أهمية، مواجهة أخرى فوزي موسوني لا تقل أهمية عن هذه المواجهة، مواجهة الكاميرون أيضا واحد من كبار القارة الإفريقية يعني في مواجهة غينيا لحساب المجموعة الثالثة دايما. منتخب الكاميرون أيضا في هذه المواجهة يعني يسعى للفوز لتفادي أي حسابات أيضا معقدة. الكاميرون ماشي الكاميرون اللي عودنا أكيد، ولكن غينيا تقدر تعمل مفاجأة. كرة قدم ما نقدروش منتخبات غينيا بقوة يعني راهم في الحالة. والله غير أنا شفنا الكاميرون في بلده نظم الكأس وخرج دور نصف النهائي مع مصر بركلات الترجيح. كرة قدم علمتنا بالمفاجآت، والفرق هذو بين قوسين الصغيرة تخليك ديري اللعب وهما يستناو هما اللي يبادروا بالهجومات المعاكسة ويقدروا يغلطوا هذه المنتخبات. لازم الكاميرون ولا السنغال ما عليهم غير يبصموا على القوة ديالهم باش يربحوا المقابلة الأولى، ولا ما ربحوش يكون تما الشك وين يدخل الشك في المنتخبات. عمار عمار المباراة ستكون أول ظهور لريغوبير سونغ عفوا كمدرب في كأس أمم إفريقيا. سبق له أن توج بلقبين مع المنتخب الكاميروني سنتي 2000 و2002 كلاعب. اليوم هل يمكن أن نشاهد وجه مغاير المنتخب السنغالي أو عفوا الكاميروني مع ريغوبير سونغ في كأس أمم إفريقيا خاصة بعد خيبة المونديال؟ صحيح، نظن لي في المونديال تأهلوا على الجزائر كانت عنده فريق نظن لي ممتاز جدا، رغم أنه شفناه في تصفية كأس العالم وتصفية كأس إفريقيا ما ظهرش بالوجه تاع الكاميرون كبلد اللي يقدر يترشح بقوه باش ياخذ كاس افريقيا. سونغ نظن اللي ما عندوش الخبره اللازمه كمدرب، ولكن عنده اللاعبين اللي لازمين باش يكونوا في الموعد كما هذا. ابو بكر نظن اللي ما يقدرش يلعب المقابله هذه لانه مصاب، ولكن كاينين خساره قويه للمنتخب، خساره كبيره للمنتخب، ولكن كاينين لاعبين ممتازين واحد اخرين خاصه في وسط الميدان. لاعب نابولي انجيسا اللي نظن اللي راح يكون لو مونور دو جو تاع الكاميرون. بنجامين إليوت لاعب ريندينغو نظن اللي عندهم لاعبين اكثر من ممتازين، حتى التوليفه تاعهم 4-3-3 توليفة لباس بها بجناحين يلعبوا دائما على الخط، وهذا ما يخلي أبو بكر نهضروا المقابلة اللي فاتوا أبو بكر يلعب كل راحة لأنه اللاعب اللي يلعبكم أن بيفو ولازم له بزاف الفراغات اللي زيلي هذوك يحلوا يخلوهم على لي دو ديفونسور يقدر يروح لوحده. لذلك المنتخب الكاميروني عنده أفضلية رغم أن غينيا تقريبا نفس المدرسة الفرنسية، إلا أنهم ضمن الكاميرون عندها أفضلية قليلة. فوزي ما كيف تتوقع سيناريو المجموعة ككل يعني السنغال غامبيا الكاميرون وغينيا؟ ما تتوقع أن أظن في هذه المجموعة تأهل ولو أنه الحديث مبكر؟ أنا نقول باللي أنا على الورق نشوفوا باللي السنغال والكاميرون هم الأولين اللي يقدروا يتأهلوا. عامل خبرة، عامل تاريخ المنتخبات. وعلى بالنا باللي الكاميرون راهم خمس خطرات الله اعلم متوجين بهذا الكاس. السنغال اول مره
بالصح هم لعبوا نهائي مع الجزائر وخسروه، يقدروا تانيت يروحوا ابعد حد في هذه البطوله. اظن باللي السنغال والكاميرون بدنيين قويين قويين، عندهم كتله قويين بزاف، لازم المنتخبات اللي يلعبوا ضدهم لازم ما يخليو لهمش مساحات. اذا اكيد غدا ستتضح ملامح هذه المجموعه. نذكر فقط انه اخر لقب او اخر منتخب توج او حافظ على اللقب هو منتخب مصر بثلاثيه تاريخيه عام 2006 و2008 و2010. المنتخب السنغالي هل سيكرر يعني هذا السيناريو؟ هذا ما ستفضح عنه ربما الجولات المقبله. يعني بطون اطاله المنتخب الجزائري ايضا ضمن المجموعه الرابعه يدخل غدا غمار كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023 بواجهة منتخب أنغولا بملعب السلام بمدينة بواكي بمدينة بواكي. مجموعة تضم أيضا منتخبات موريتانيا وبوركينا فاسو. إذا المنتخب الجزائري يهدف أو يستهدف من خلال هذه المواجهة الخضر الدخول بقوة في غمار الكان. وتابع التقرير التالي لمفاد قناة الجزائر الدولية ياسين قالم ولنعود. بعد مشاركة مخيبة في طبعة الكاميرون الأخيرة، يتطلع المنتخب الجزائري إلى استعادة مكانته في القارة السمراء حينما يستهل مشواره في بطولة الأمم الإفريقية في كوت ديفوار بمواجهة أنغولا مساء الاثنين في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة للبطولة القارية. تتملكنا جميعا رغبة في تقديم بطولة في المستوى. لدينا أيضا رغبة في تأكيد أن ما حدث في الطبعة الماضية كان مجرد تعثر، وهذا ليس الوقت والمكان المناسبين للتحدث عن الظروف لأننا تكلمنا عنها في وقت سابق. على كل حال نأمل في تقديم منافسة جيدة. الاتحادية الجزائرية وضعت المنتخب في أفضل الظروف بداية بتربص الطوق الناجح إلى الإقامة في فندق خاص. مواجهة الاثنين ستكون الثانية التي تجمع المنتخب الجزائري بنظيره الأنغولي في البطولة القارية، بعدما سبق أن التقيا في نسخة عام 2010 حيث تعادل من دون أهداف في مرحلة المجموعات. المنتخب الجزائري يسجل ظهوره العشرين في أمم إفريقيا بعدما تربع عن جدارة على قمة ترتيب المجموعة السادسة في التصفيات، والتي ضمت منتخبات تنزانيا، أوغندا والنيجر، حيث حصد 16 نقطة ليجمع أكبر عدد من النقاط بين المنتخبات المشاركة في التصفيات. حقيقة نحن بحاجة إلى جماهيرنا، نعلم أهميتهم عندما يكونون هنا. لقد شاهدنا بعض الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهم على متن الطائرات القادمة إلى كوت ديفوار. نحن سعداء جدا بذلك ونحن جد متحمسون لمواجهة الغد. من جانبه يتطلع منتخب أنغولا إلى استعادة بريقه في مشاركته التاسعة بكأس الأمم بعد مشاركة أولى في النسخة العشرين التي استضافتها جنوب إفريقيا في عام 1996، بينما غاب عن النسخة الأخيرة التي استضافتها الكاميرون في أوائل 2022. المنتخب الأنغولي تأهل لكأس الأمم بعد احتلاله وصافة المجموعة الخامسة في التصفيات التي ضمت أيضا منتخبات غانا وإفريقيا الوسطى ومدغشقر، حيث جمع 9 نقاط بعد فوزين وثلاث تعادلات وخسارة واحدة وسجل 6 أهداف فيما تلقى 5 أهداف. إذن وبالرغم من صعوبة المأمورية إلا أن محاربي الصحراء يرغبون في تكرار سيناريو تتويج المنتخب بلقب الإفريقي الأخير قبل 4.5 العام في مصر. المنتخب الجزائري إذن يستهل مشواره في النسخة الحالية من كأس أمم إفريقيا بمواجهة أنغولا. إذن المنتخب الجزائري عمر عمور حضر في أفضل الظروف تربص ناجح، فوزين في مباراتين وديتين، كيف تتوقع ظهور الأول للمنتخب الجزائري في الكان؟ نظرا للظروف الرائعة المثالية اللي حضروا فيها المنتخب الوطني الجزائري عكس الظروف اللي كانت فيها في النسخة اللي فاتت، نظن إن شاء الله يظهر بوجه رائع جدا.
والشيء الإيجابي الأكثر أنه الفريق زاد من الناحية التقنية، عندنا لاعبين أحسن من النسخة اللي فاتت خاصة من الناحية التقنية، سواء اللاعبين الحداش اللي يدخلوا ولا حتى ليون بلاسون، كاين ثراء في التشكيلة، كاين ثراء في من الناحية التقنية، كاين ثراء من الناحية التكتيكية. ذلك نضم لي جمال بن ماضي عنده كامل الحلول وعنده يقدر يوظف اللاعبين في أي منصب يحب، ولذلك نضم لي التوظيف الجيد للاعبين راح يساعد كثير المنتخب الوطني الجزائري باش يقدم مقابله في المستوى. لو نقارن نعم تفضل فضل. ونضم لي المقابله الاولى هي اللي نضم لي تعطينا على الاقل تعطينا واحد النظره على المنتخب الوطني الجزائري، باسكو راح يروح بعيد نشوفوا خاصه من الناحيه التكتيكيه من الناحيه التقنيه، لذلك مقابله ضد انغولا راح تكون ماشي معيار ولكن بداية موفقة إن شاء الله تكون بداية موفقة، لأنها راح تخلي تسهل الأمور في المقابلة الثانية أو الثالثة إن شاء الله. فوزي موسوني، جمال بالماضي في ندوة صحفية بدأ واثقا يعني ومتفائل من تقديم نسخة في المستوى الذهاب إلى أبعد حد ممكن، هل يمكن اعتبار أن كل الظروف مواتية لتقديم نسخة مميزة هذا في هذه الدورة؟ كل الظروف مواتية، كان عنده الوقت باش خاصة لو نقارن بين نسخة الكاميرون ونسخة 2000 والنسخة الحالية. احنا الملاعبين هادو خذوا زوج خبرات، نهار فازوا بالكأس ونهار خرجنا من الدور الأول في 21 داقوا المر والحلو. اما هاد الخطرة الخبرة اللي اكتسبوها ومعظم اللاعبين كانوا في النسخة 2019 و2021، أظن باللي اليوم الوقت كاع تاع التحضيرات وتاع السفرية هذه، خاصة كي رحنا لطوغو كي عاود دخلنا البواكي، اللاعبين هم متفاهمين على كلمة واحدة، وشنو هي؟ نديروا كأس إفريقيا في المستوى، وعندهم الثقة في النفس باللي راهم يتكلموا كاع نفس الكلام، باللي هذه الكأس هذه نقدروا نلعبوها بكل إمكانياتنا، والمستوى تاع اللاعبين عندنا لا بوليفالونس اليوم، في كل منصب عندك خيارات، عندك خيارات عديدة، عندك في الجهة اليسرى عندك ثلث خيارات كما يقول زميل معزوزي البروبليم دي ريش، ثراء التشكيلة. قد ما يكون عندك لا بوليفالونس في هكذا في منتخب، ما تخافيش اللي تحطيه تقدري تتكلي عليه. وهذا هو واش كنا حابين. جمال داس 26 لعاب منهم أربعة حراس، ان شاء الله يتفوق على كما يقول لك على واش هو كان داير في راسه، واظن باللي اليوم حارس في الحراسه ولا في الدفاع ولا في وسط الميدان ولا في الهجوم كاين معناتها كاين مستوى اللي نقدروا نطمحوا ونقدروا كما قال لك واحد يحلم، وان شاء الله يكون في التوفيق من غدوه ان شاء الله. ان شاء الله هذا ما نتمناه. ترقب كبير عمار عمور بخصوص التشكيله التي ستدخل اول لقاء ضد منتخب انغولا، شو رايك ماذا على من سيعتمد بالماضي في لقاء انغولا؟ نظن بلي نتفقوا الجميع على ان الحارس والدفاع نظن بلي ما كانش فيهم تغيير، موندريا ادى مستويات لاباس بها خاصه في الاونه الاخيره، ارواحي من نروحوا من موزمبيق حتى ونرجعوا له حتى السنغال مقابلات في القمه. الدفاع نظن بلي عطال اللي مر بفتره لاباس بها رغم المشكل اللي صرالو في نيس، ولكن تقنيا ولا من الناحيه الدفاعيه كان ممتاز جدا. ماندي وبالسبعيني ضبلي أعطوا أكثر راحة لمحور الدفاع بعد ما كنا نعاني وقبل في محور الدفاع وتغيير اللاعبين، ضبلي أعطوه شوية طمأنينة لمحور الدفاع. للجهة اليسرى إضافة كبيرة بوجود أي تنوري اللي قدم مستويات كبيرة خاصة من الناحية الدفاعية أو من الناحية الهجومية، وكما سبق وتكلمنا على الثلاثيات اللي يفضلها جمال بالماضي، ضبلي الكوتي غوش راح يكون في المستوى بوجود بن ناصر ممكن، وانا نفضل ان يكون بن ناصر اي تنوري وممكن ادمو الناس في الوسط الميدان. بن طالب نظن بلي حجز تقريبا المكان تاعو لانه اون سونتينيل اللي معليش اعطيني التشكيله اللي ستدخل مع تحطوا على بوست باغ بوست. الدفاع تكلمنا فيه بن طالب كوم اون سونتينيل، بن ناصر على الجهه اليسرى، شعيبي ممكن راح يكون على الجهه اليمنى لانها كاين 4-3-3 او نلعبوا 4-1-4-1. لو لعبنا 4-3-3 باش تكون بسيطه للمشاهد الكريم، بن طالب بن ناصر شعيبي
على الجهة اليسرى ممكن يكون والناس وممكن يكون بلايلي. بونجاح في في في, في رأس الحربة، أنا نظن نفضل بونجاح لأنه في ريتم كما هكذا يكون فيه بزاف الفيزيك، نظن بلي بونجاح يكون أحسن في المكان هذاك. على الجهة اليمنى نظن بلي محرز راح يكون موجود. أكيد. يكونوا فيها تغييرات، لو يكون فاغولي ممكن شعيبي راح يكون في الجهة اليسرى مكان آدم والناس ولا بلايلي، لو كن شعيبي في الوسط ممكن نشوفوا آدم والناس في الجهة اليسرى، ولو لعب بلايلي ممكن نشوفوا كذلك شعيبي في الوسط. لذلك نظن بلي المشكلة على حساب المنافس كذلك، لأنهم درسوا أنغولا، درسوا طريقة اللعب تاعهم اللي يلعبوا 4-3-3 ويتحولوا إلى في الدفاع إلى 4-5-1. ذلك الناحية التقنية مهمة جدا في تكسير خطوط أنغولا، نظن تقنيا والناس بن ناصر أيت نوري شعيبي بونجاح نظن بلي راح يقدروا بالتوليفة يقدروا يكسروا أي دفاع، وخاصة غدوة راح إن شاء الله يكونوا في المستوى، ولا كانوا في المستوى نظن ما يكونش حتى مشكل إن شاء الله. تشكيلة فوزي المحتملة: موندريا، عطال، أيت نوري، بن سبعيني، موندي، بن ناصر، بن طالب، وأنا نشوف فيغولي وشعيبي ولا أدمو الناس، محرز وإسلام. فوزي موسوني كاين غموض في بعض المراكز بالنسبة لها التشكيلة، يعني خاصة أبرزها لاعب الارتكاز اليوم، هل وجد بالماضي في بن طالب خير بديل لقديورة اللي يعني خلى بلاستو في السنوات الأخيرة، يعني أم سيواصل الاعتماد على زروقي؟ القوة البدنية تاع بن ناصر تاع بن طالب، و الثقة بالنفس كي يكون عنده تكون عنده الكرة ما يضيعهاش. ذكرنا بن طالب أيام توتنهام الإنجليزي. يعطيك الصحة، وعاود حكم روحه مع فريق ليل الفرنسي. أظن باللي جمال كان حايب بن طالب يعاود يحكم روحه باش يوظفه في المركز وين هو حايب يوظفه. وأنا أظن باللي من جهة اليمنى وبن ناصر يكون في الجهة اليسرى، ولا كان فاغولي اظن ولا لعب فاغولي ثاني يقدر بن ناصر يقدر يقدموا للامام. ودوك على حساب حنايا يعني رانا نقولوا برك واش كيفاش الفريق تاعنا يدخل، بصح اظن باللي الخيار الاول يعني يكون عند حسن ما نكونوا غالطين، نكونوا غالطين في لاعب ولا اثنين، نعم، غير على حساب المراكز. ويقدر كما قال عمار يقدر يدخل بونجاح، ويقدر أدمو الناس يبدا ولا بالليلي، ولا ما بداش بالليلي يبدا شعيبي، ولا ماشي شعيبي بصح كوتي الجهه اليمنى يبدا محرز. نبقاو في الوسط عمار عمر، هل سيستغني في نظرك جمال بالماضي على زروقي اللي لعب كامل مباريات التصفيات يعني التصفيات وانه قدم مستوى ايضا لا باس به؟ صح، زروقي جاهز لانه يكون كاساسي، ولكن انا نظن راح يفضل بن طالب. بن طالب عنده الخبره اللازمه خاصه في وسط الميدان، عنده لا رولونس، بدايه الهجمه ممتاز فيها بن طالب مقارنه بزروقي. لو ريتم تاع الهجمه هو اللي يبدا لو ريتم العالي تاع الهجمه، وهذا نظن بلي ناقص شويه فيها زروقي مقارنه بن طالب. بن طالب نظن بلي التاقلم مع بن ناصر وشعيبي نظن راح يكون افضل من زروقي. زروقي نظن بلي يفضل اللعب الاكاديمي اكثر، اللعب الاكاديمي اكثر نظن بلي ما يكونش ما يقدرش يفرض روحه خاصه في الملاعب الافريقيه وفي المقابلات كما هذون. اللعب الاكاديمي لازم تكون في مكان دائما في المكان اللازم في المكان المناسب. هذا ما شفناه في نسخه الكاميرون. بارك الله فيك، تلعب على الجهه اليمنى دائما تجيب الجهه اليمنى تروح للجهه اليسرى، ولكن اللعب تاع بن طالب يكون للامام اكثر، يكون في ليزانترفال اغوش اي ادروات. نظن بلي طريقه دفاعه ممتازه جدا، حتى اننا شفنا طريقه ممتازه ومش عارف بالماضي وليد تكلم مع بن طالب ولا دارها على كل حال من راسه، ونظن بلي تفاهموا عليها. شفنا مع موزمبيق لا رونونس لما ما تكونش ممتازه للمنتخب الوطني الجزائري وما لقاوش حلول، شفنا مندي يفتح على الجهه اليمنى، بن سبعيني يفتح على الجهه اليسرى، وبن طالب هو يولي كوم ان تروازيام ديفونسور باش تبدا لا رونونس ممتازه من اللور. وهذا الشيء مهم جدا من بدايه الهجمه، بدايه الهجمه لما تكون بدايه موفقه في اون باس اللي 100% سليمه، نظن نهايه الهجمه راح تكون ممتازه. نظن بلي من هذه الناحيه بن طالب راح يكون. ساعود لك فوزي موسوني، نتجه مباشره الى مدينه بواكيا الايفواري اين يتواجد مفتى قناه الجزائر الدوليه ياسين قالم. اهلا بك ياسين، او مساء الخير ياسين، ما هي اخر الاخبار المتعلقه بالمنتخب الجزائري عشيه لقاء أنغولا؟
نعم مساء الخير خديجة، مساء الخير لضيوفك الكرام ولكل مشاهدي قناة الجزائر الدولية. أيضا المعنويات لحد الساعة هي معنويات مرتفعة، نتمنى أن ترتفع أكثر باقتراب الموعد المهم غدا وترتفع أكثر بعد نهاية اللقاء. أيضا المنتخب الجزائري كان قد أجرى حصة تدريبية أخيرة في حدود الساعة 9 يعني نفس توقيت اللقاء غدا إن شاء الله. الحصة حضرها كل لاعبي المنتخب الوطني 26 لاعب كلهم على أتم الاستعداد إن شاء الله لخوض مباراة أنغولا. المعنويات مرتفعة ومرتفعة جدا، كنا قد تحدثنا مع بعض لاعبي المنتخب الوطني على غرار يوسف بالليلي، يوسف عطال الحارس رقم واحد مونريا، وكذا الوافد الجديد حسام عوار. الكل متفق على أنه يجب أن يفوز المنتخب الجزائري غدا على أنغولا تفاديا لأي مفاجآت، وأنت تعلمين خديجة اليوم كانت هناك عديد المفاجآت على غرار فوز الرأس الأخضر على غينيا وخروج مصر بتعادل يعني تعادل ثمين للمصريين إن صح التعبير. شكرا جزيلا ياسين قالم. أعود فقط لما قاله عمار عمور، اليوم انتهت المفاجآت، كل المفاجآت اللي كان، غدا هو يوم جديد. شكرا لك ياسين قالم وفد قناة الجزائر الدولية، إن شاء الله كنت شكرا. معنا على المباشر. إذا كنا نتحدث عن الخط الأمامي، نعود لك فوزي موسوني، بنجاح أو سليماني، من سيكون أمام أنغولا ضد أنغولا؟ والله غير كاين خيار الأولاني، يقدر بنجاح يبدأ باش يعيل المدافعين ويدخل إسلام، ويقدر إسلام يقدر يدخل. أنا حبيت برك نعاود نولي برك، تفضل. لازم لنا لاعبين في وسط الميدان اللي يربحوا الصراعات الثنائية ونردوا بالنا في الكرات الثابتة. ما ننساوش باللي حنايا رانا سجلنا معظم الأهداف نصنعوهم، بصح تلقينا بزاف أهداف على الكرات الثابتة. هذاك هو المشكل، راهو في الآخر في الدفاع تاعنا، عندنا احسن دفاع ولكن في الركنيات ولا المخالفات تلقينا 6 اهداف حول الكرات الثابته. هذه اللي لازم واحد يخدم عليها، خاطر مع الافارقه على بالك القوه الجسمانيه تاعهم، ما راهمش لاعبين ضعاف، كاع قويين وكاع يدخلوا كما يقول لك في الشوك. اما احنا لازم نكونوا حاضرين في الصراعات الثنائيه. أنا بها مقبلات هضرنا لك على بن طالب، وهضرنا لك على بن ناصر وفاغولي، واللاعبين اللي يروحوا للشوك هذوك هما اللاعبين اللي نسحقوهم، خاطر مع هاد الأفارقة لو كان ما تحطيش رجلك هما اللي يوجعوك، ما نوجعوهم قبل ما يوجعونا إن شاء الله. فوزي موسوني، تحدث عمر على يعني نقطة مهمة اليوم، هي الاستراتيجية التي تتوقع أن يعتمد عليها الناخب الجزائري، يعني هل الهجوم الاستحواذ أم التحولات يعني الهجومية واستغلال أخطاء الخصم، ما هي الاستراتيجية التي تتوقع أن يدخل بها؟ احنا المنتخب تاعنا الجزائري ما يبنيش، ما يمتلكش الكرة بزاف، وما يحبش، ما عندناش لاعبين اللي يدوا لا بوزيسيون فايت 70 ولا 75%، لأن لو بروفيل تاع اللاعبين تاعنا ماهوش البروفيل تاع امتلاك الكرة. ولكن اللعب تاعنا ان الاستراتيجيه تاعو انه يلعب بعيد على المرمى تاعو، يبني الهجمات على الجهتين ولا ينطلق من وسط الميدان كما سبق وقلنا مع بن طالب. لذا انا نظن جمال بالماضي راح يرتكز على المقابله غدوه على واش شافوا ضد الكافير، لان الكافير طريقه لعب كافير طريقه لعب انغولا يخرجوا من الطريقه اللي هما نفس المدرسه البرتغاليه، يعني نفس الطريقه تماما. لذلك الاستراتيجيه الاولى اللي راح يبدا بها هي 4-1-4-1، بوجود تقريبا ربع لاعبين فوكاسيون اوفوسيف، معناتها بطابع هجومي، هكذا باش يقدر اولا يدافع بطريقه ممتازه، لانه الخطوط تكون متواصله ما بينها 4-1-4-1، وهجوميا تقدر تهاجم تقريبا بخمس مهاجمين، الا اذا زاد سيزيام اريال لاتيرال عطال ولا ايت نوري، وانا نظن بلي ايت نوري راح يكون اكثر هجوميا. لذلك لو نفس الطريقه ونفس المدرسه نظن راح نعتمدوا على لو ميم سيستم هذا، وراح نكونوا موفقين لدرجه كبيره، لان هذه الطريقه المناسبه في المقابله غدوه. فوزي، في ظل غياب عموره، اصابه غويري في اخر لحظه، يعني بالماضي ما عندوش حلول كثيره على الجهه اليسرى، هل ستظن انه سيعتمد على ادم والناس ام يوسف بالليلي؟ يوسف بالليلي اللي عاد عندك يوسف بالليلي بقوه، يعني مع ادم والناس ولا شعيبي
يقدر يعتمد على شعيبي. شفنا شعيبي في فريقه في تولوز قبل ما يروح لفرانكفورت، شفنا باللي يقدر يلعب جهة اليسرى ويلعب ك وراء المهاجم الحر. شفنا باللي وانا اظن بالك نغلط، انا نقول ادم والناس هو اللي يبدا المقابله. نقف عند هذا التصريح ليوسف بالليلي ويوسف عطال لدى في لقائهما مع الاعلام ثم نعود. الحمد لله لحقنا لهنا، لقينا كاع باش نحضروا مليح باش نأديوا بطوله مليحه، وان شاء الله رانا نحسوا بلي كاين جروب راه واجد وكاين اون فامي اللي راح يخدموا كاع اللي عليهم باش اديو بطوله مليحه ان شاء الله. الحمد لله التحضيرات كانت شاقه مي جابت ريزيطا، ان شاء الله غادي تشوفوا ليلة اخر ان شاء الله. صراحه كيفاش تشوف هذا الكان وتشوف لي الجزائر قادره ان شاء الله باش توج بها؟ بيان سير، حنا باش ندينا هاد المنافسه باش نلعبوا عليها باش ان شاء الله نفوزوا عليها ان شاء الله. مليح اولا بدات في الجزائر سيدي موسى طوبو وجينا والفنا الاجواء، ان شاء الله غادي نحطوا كل شيء ان شاء الله غدا باش نفوزوا اول مباراه باش نبدا مليح ان شاء الله. سير الحمد لله وين راني جاهز وخدمت مليح مع البريباراتور، خدمنا احنا كمجموعه مليحه ان شاء الله غادي ندخلوا هذه المره ان شاء الله باش نفرحوا الشعب الجزائري. الحمد لله التحضيرات كانت شاقه مي جابت ريزيطا، ان شاء الله غادي تشوفوا ليلة اخر. اذا وصلنا تقريبا الى الختام، يعني كيف نتوقع اليوم او غدا سيناريو المواجهه يعني باختصار قبل الختام؟ السيناريو الجيد هو التسجيل في الدقائق الاولى والتحكم في المقابله، لانه باش تسير المقابله خاصه من الناحيه البدنيه شيء مهم جدا. شفنا كوت ديفوار سجل في الخمس دقائق الاولى، سير المقابله خاصه 20 دقيقه الاولى و25 دقيقه الاولى، ثم الريتم ولا يتحكم في الريتم، يطلع الريتم وقتاش يحب ويهبط الريتم. في الشوط الثاني سير المقابله بطريقته خاصه بوسط الميدان تاعو، لذلك انضم للمنتخب الوطني الجزائري. احسن سيناريو هو التسجيل في الدقائق الاولى هكذا باش ما يعطيش فرصه لانغولا باش تدافع باكبر كم من المدافعين. ونضم لي سيناريو اخر لو الشوط الثاني تسجل الهدف الثاني راح نضم لي ترتاح اكثر باش هكذا يكونوا لاعبين اخرين في المتناول ويحضروا المقابله الثانيه في افضل الظروف ان شاء الله. السيناريو الامثل كم تتوقع ان نسجل غدا فوزي موسوني قبل الختام؟ اظن كنا ولا سجلنا مبكرا لازم نشدوا النتيجه وما نخليوهمش يمنوا. الحاجه المهمه هي المنافس ما تخليهش يامن باللي راح يسجل عليك ولا الاخر، لازم تقطعي له كاع الياس. وهكذاك اللي ولا سجلنا نقدروا نسجلوا واحد اثنين ثلاثه فاصيلمون. شكرا جزيلا فوزي موسوني محلل قناه الجزائر الدولي، يلتقي غدا في عدد جديد. شكرا لك عمار عمور. شكرا اختي. شكرا جزيلا لكم على كل هذه التوضيحات. نلتقي مشاهدينا في عدد جديد من كان 24 غدا ان شاء الله. ليله سعيده، شكرا على المتابعه. قدم لكم هذا البرنامج برعاية ميبيليس الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. ميبيليس معا نصنع المستقبل.